السلام عليكم أعزائي الصغار حتى الكبار. الديوان الوطني للثقافة والإعلام يقدم لكم عروض مسرحية كل يوم سبت على الساعة 2 زوالا. نتلاقوا هنا حباكم وين قاعة السعادة. الديوان الوطني للثقافة والإعلام بقاعة السعادة ولاية وهران بعرض فني وعرض تنشيطي تحت عنوان المعلم والتلميذ الجزء الثاني. يا أطفال الشيء الجميل أنكم يا أطفال أنتم ناس تعرفوا قيمة الأمانة.